بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الإحسان. الإحسان قلنا هو ركن واحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. İslam'ın üçüncü mertebesi bu ihsandır. İhsanda bize dedik ki bitte derecesi vardır. Bitte rukunu vardır. El ihsan ve rukun vahid lakin hâza teht hâza rukun imma ibadet müşahede ve hâzi a'la ibade. Lakin bana şu ihsanda bitte rukunu bugün bilen lakin bu rukun ikide derecede duradı. Birinci derecesi yani en yukarı derecesi bu. Bu insan ibaret kıletken beytte مشاهدات عبارات بلان يعني كروب ترجمة عبارات مشرك. أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني الله تعالى كروب تر عبارات مشرك منا شو شوق زوق بلان محبة بلان پیغمبر لردي عبارات منا شو بيان منا شو عبارات مشرك بو برينت درجة سبلان. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج على المرتبة الثانية عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه إراك. أجل أود رجلك ترمى ديان بستك ديما قوي درجتان فسكت شكيت مسلك مسكري أو قايس درجتسا الله تعالى دان قرقتو إبادة خشلك أجل إبادة خمي قسم الله عذاب بيرا دترب شو درجتان شكيت مسلك مسكري حديثك يعندك الله تعالى إبادة خشلك خد كرب ترغندك أجل أني كرمسين وسانا كرب ترغد. نعم. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. İslam, iman ve ihsan rükünlerine delil bölgen hadis bu uzun hadis, Cibril Aleyhisselam'ın uzun hadisleri bunun gibi delil bölgen. Vallahu alem.